اليوم راح تكون مراجعتنا للمحاضرة المحاضرات اللي تخص أنواع الأميبا بشكل عام. أكيد أول ما نبدأ بنوع الأنتميبا السولايتيكا، أنتميبا السولايتيكا يعني الأميبا الحالة للنسيج. نتذكر دائما من الاسم، الاسم كلش مهم، راح يعطينا تفاصيل عن هاي الأميبا. الأنتميبا أو مجموعة المتحولات، هيستو يعني نسيج، لايتيكا محللة، محللة للنسيج. هاي الأميبا راح أذكر ملاحظات عامة من البداية، خليها في بالك. أولا، هي الأميبا الوحيدة اللي راح تغذي الأعضاء الأخرى، باعتبار إنه هي راح لها القدرة على تحليل الأنسجة، فتحلل جدار الأمعاء والطبقة المخاطية وتحت المخاطية، وتوصل المين، توصل إلى مجرى الدم، من مجرى الدم راح تنتقل إلى بقية الأعضاء. لذلك عندنا إحنا دائما نقول الأميبات نسميه انتستينال أميبياسيس، داء الأميبات المعوية، هذا يشمل الانتميبا وغيرها. وعندنا اكسترا انتستاينال اميبياسيس، يعني داء الاميبات خارج الامعاء، سواء بالكبد نسميه الهيباتيك اميبياسيس، سواء بالرئتين البولمونري والنيرفوس اللي يكون بالجهاز العصبي، وكل الانواع الاخرى. المسؤول عنها هو الانتميبا السولايتيك، المسؤول عنها هو الانتميبا السولايتيك. هاي نقطه نخليها في بالنا. بما انه النقطة الثانية، بما انه هاي الاميبا لها القدرة على تحليل النسيج، اذا راح نلاحظ بالتشخيص مالتها البلدي دياريا. عادة راح نلاحظ وجود البلدي دياريا، يعتبر مؤشر الى الاميبا، او نسميه البلدي دايزنتري، الزحار الدموي. فهنا خلي في بالنا الزحار الدموي، الزحار الدموي هو مؤشر لوجود الانتميبا هيستولوجيكي. النقاط اللي راح نركز بيها بيها بشكل عام، موضوع الانتشار، انتشار راح يكون وورلد وايد، يعني عالمية الانتشار. مور كومن، المؤشر مور كومن ان ذا تروبكس، راح تكون اكثر انتشار وين؟ بالمناطق الاستوائية. بالمناطق الاستوائية شنو اللي راح يساعد على انتشارها أكثر؟ الـ sanitation is poor، لما يكون عندنا الصف الصحي سيء أو غير كفو، بهاي الحالة راح نلاحظ انتشار لهذا الطفيلي. يعني الصف الصحي، إنه هنا الصف الصحي راح يختلط ويا مياه الشرب، أو ممكن عن طريقه يوصل التلوث إلى الأطعمة بشكل عام. مبدئيا ما بين الطفيليات نسميها ثيرد ليدنج باراسايت، باراسايت كوز اوف مورتاليتي، عندنا مسبب الموت الثالث بين الطفيليات، باعتبار الاول هو الملاريا، والتريكوسومياسيس داء البلهارزيا هو الثاني، والاميبات يكون الثالث. وهنا طبعا تاثيره راح يكون على الاطفال بالدرجه الرئيسيه، بالاخص الحالات اللي ما يتم معالجتها. مظهريا نخلي في بالنا انه الاميبات بشكل عام، ما عدا الجنجيفارس راح نجيها، انه عندنا طور المتغذي تروفوزويت، والطور المتكيس اللي هو السيست. بجميع الاميبات الباثوجينيك ستيج، الطور الممرض، هو التروفوزويت، والطور المعدي، الطور المعدي راح يكون السيست ما عدا الانتاميبا جنجيفالس، راح يكون التروفوزويت هو باثوجينيك وهو الانفكتيف ستيت، طور معدي، باعتبار ان الجنجيفالس فيها نقطه جدا مهمه، الانتاميبا جنجيفالس، بانه هي ما تمتلك طور متكيس، تمتلك فقط طور متغذي. هاي التفاصيل اللي تخص التروفوزويت يعني راح نمر إلها مرور الكرام. بالدرجة الرئيسية وجود الإكتوبلازم والإندوبلازم. منطقة الإكتوبلازم هو والإندوبلازم يعني الجزء الخارجي أو البلازم الخارجي، والجزء اللي نسميه الإندوبلازم البلازم الداخلي. البلازم الداخلي راح تتواجد به العضيات، مثل الفجوات الغذائية، النواة، الفجوات الغذائية، كريات الدم الحمراء الملتهمة، وحطام الأنسجة، خلايا الدم البيض، ليفوسايتس.
راح تكون نادر وجودها أيضا. يجي بالنسبة للسيدوفوديا، السيدوفوديا هنا تمثل طرق الحركة بالنسبة لي، يعني عضيات الحركة بالنسبة للأميبات. هي عبارة عن، إذا أريد نعطيها في التعريف كفكرة، إحنا نرجع نقول نتعامل ويا فكرة، ما راح نتعامل ويا نص فقط. A finger-like projection formed by sudden movement of ectoplasm. يعني هي عبارة عن تراكيب أصبعية تشكل تقريبا أو تشبه الأصابع، تكون بشكل مفاجئ لحركة الإكتوبلازم. إذا المسؤول عن إنتاج السيتوبوديا منه راح يكون الإكتوبلازم in one direction، راح يكون باتجاه واحد حركة الإكتوبلازم، وبالتالي تكون السيتوبوديا. الحركة عادة راح تكون crawling or gliding، الزحف أو التزحلق. بتفري سويمينج وان، لكن ما تصبح، ما تكون يعني حركتها أشبه بالسباحة الفرة. أكيد طبعا ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاض درجات الحرارة عن المستوى المطلوب راح تأثر سلبا على الطفيلة. نجي هنا نقطة كلش مهمة، وتعتبر صفة الشخصية تحت المجهر. لما نشوف الاتروفوزات، في حال انه اتخصنا او لاحظنا الاتروفوزات في عينات الاسطول، في عينات الغاز، ممكن نلاحظ وجود فاجوسايتوس اريثروسايتس، يعني كريات دم حمراء ملتهمة. وجود كريات الدم الحمراء داخل التروفوزات الأميبة هذا مؤشر انه يكون، يعني مؤشر جدا قوي، ممكن يكون هذا النوع هو الأنتميبا سيرويتيكس، يعني صفة تشخيصية وهي جدا مهمة. شوف هنا عندنا red cells are not found in any other common cell in amoeba، يعني ما راح تتواجد هاي الكريات الدم الحمراء في الأميبات الأخرى، ما يتم التهامها من قبل الأميبات الأخرى. نجي نقطة مهمة بالنسبة لوجود البريسيست. البريسيست هو راح يمثل مرحلة انتقالية ما بين التروفوزويت إلى الماتشور سيست، ما بين يعني تحول التروفوزويت لما يتحول إلى سيست. أول ما يتحول راح يتحول إلى ما نسميه البريسيستيك ستيج أو البريسيست، يعني طور السيست الأولي أو يعني الفيس الأولي. هذا راح يحتوي بالبداية it contains large glycogen vacuole and chromatoid bars. بالبداية راح يحمل فجوة جلايكوجين طلع ورجع يمسك الصوت. هاي الحالة راح تكون عندنا وجود الفجوة جلايكوجينية كبيرة، بالإضافة إلى تو كروماتويد بارز اللي هي القضبان الكروماتيدية، زوجة القضبان الكروماتيدية. هاي التواجد راح يكون بالبريسيست. طبعا الفجوة الجلايكوجينية راح يتم استهلاكها أثناء تطور السيست. السيست هنا أول ما يتكون راح يحمل نواة واحدة، لكن هاي النواة راح نفهم إنه بالنسبة للأنتميبا السرايتيكي راح تعاني من انقسامات، فبالنتيجة الماتور سيست راح يحمل 4 أنوية. وهاي أيضا تعتبر صفة تشخيصية مهمة، إنه سيست الأميبا اللي يحمل 4 أنوية، يعني المؤشر القوي راح يكون هذا يعتبر للأنتميبا السرايتيكي. التفاصيل اللي تخص السيست، الكروماتويد بارز او الكروماتويدال بارز راح تكون بالبدايه موجوده، بعدها راح يتم اختفاء كل هاي التفاصيل ويحصل عندنا وجود سيست يتالف او يحمل 4 انويه. هنا لما ينضج البريسيست يصبح سيست، the glycogen mass and the chromatidal bulb disappear on the nucleus undergo two successive mitotic divisions for two and then four nuclei. هنا راح
النواة تتعامل من الأوتسامين، فبالتالي النواة الواحدة تعطينا اثنين والنواتين تنقسم أيضا، فالناتج النهائي من نواة واحدة تكون 4 أنوية. فبهاي الحالة السيست، الماتور سيست، الفاس، الكوادرينوكليت سيست راح يكون عبارة عن كيس رباعي الأنوية، كوادري يعني رباعي نوكليت الأنوية، كيس رباعي الأنوية. هذا راح هو يمثل الانفكتيف ستيت، هذا السيست اللي يحمل 4 أنوية هو يمثل الانفكتيف ستيت. هاي التفاصيل عن السيست. هذا السيست يكون هذه النواة هنا عبارة، طبعا هنا بري سيست، هاي مرحلة تحول من البري سيست إلى الماتور سيست. الماتور سيست راح يكون كوادرينيوكليت ويحمل 4 أنوية، تعتبر الـ4 أنوية هنا هي صفة تشخيصية. نفس الكلام انفكتيف فورم هو نفس الماتور كوادرينيوكليت سيست. طرق الانتقال، طريقة الانتقال الرئيسية بالنسبة للإنسان راح يكتسب الإصابة من خلال تناول الطعام والشراب الملوثين بمن؟ بالسيست. ليش؟ لأن التروفوزويت راح يتحلل بـ HCL المعدة والبروتينات الإنزيمات الهاضمة، إنزيمات المعدة الهاضمة. من acquires infection by swollen food and water contaminated the cyst. هنا هاي النقطة كلش مهمة اللي هي عملية الانتقال. عملية الانتقال المذكورة هي تشمل جميع أنواع الأميبات ما عدا الجنجيفالوس، باعتبار الجنجيفالوس راح يكون انتقالها في الدرجة الرئيسية عن طريق عن طريق الكيسنج والسليبر دروبليت، القطيرات اللعابية والتقبيل، وباعتبار موقع الإصابة هو راح يكون الأورال كافيتي، تجويف الفم. وبعدين ايضا راح احنا مراجعتنا راح نذكركم باحد الانواع اللي راح تكون ايضا انتقاله، ممكن يكون عن طريق التروفوزوم. التفاصيل اللي ذكرناها هنا اللي تخص انه ممكن تكون الاصابات خارج الامعاء، المواقع الرئيسيه هي الليفر، الهيباتيك راح تكون، رغم انه هنا ما مذكوره مباشره، لكن نخلي في بالنا ان الهيباتيك جدا موقع مهم، او الليفر هيباتيك اميبياسيس او ليفر انفكشن، اصابه الكبد او داء الاميبات الكبد، بالاضافه للكدني والبرين سبلين، الكليتين والدماغ والطحال وغيرها، ممكن حتى اللنكس انه ممكن انتصاب حالات نادره. عندنا فقره الكتينس اميبياسيس، داء الاميبات الجلدي، وهذا هنا الإصابة راح تكون حول فتحة المخرج around anus. الإصابة الأخرى اللي ممكن تكون خارج الأمعاء اللي هي الجنيكو يورناري أميبياسيز، يعني داء الأميبات التناسل البولي، هنا الإصابة راح تكون بالجهاز التناسل أو الجهاز البولي بمواقع مختلفة. طرق التشخيص بالنسبة للأميبات أو الأنتاميبا سيلوتيك تحديدا، تنقسم طرق التشخيص بحسب موقع الإصابة. إذا كانت الإصابة بالإنتستينال أميبياسيس فهاي طرق التشخيص، إذا كانت في خارج الأمعاء وخاصة الليفر هنا راح تكون هاي طرق التشخيص، وأكو تداخل ما بين الاثنين. رغم سابقا أنا ذكرت إنه أكو تحفظات تجاه مثلا الليفر اميبياسيس والسود اكزامينيشن، يعني ظهور الاميبا بالسود اكزامينيشن هو مو دليل انه ممكن وصلت الاصابه بالكبد. السود اكزامينيشن حال وجود الاصابه يعني دليل على الانتستانر، لكن احنا راح نلتزم في هذه المحاضرات المذكوره امامنا باعتبار هي المحاضرات اللي يكون بها الامتحان الموحد او الوزاري. أهم فقرة بالتشخيص السرير، وجود الدايزنتري، الزحار اللي يكون مصحوب بقطيرات أو لطخات من البلد الدم.
التفاصيل اللي مذكورة هنا هي عبارة عن شرح أو توضيح للمخطط أعلى اللي موجود. طبعا تبي المخطط تاخذه رؤوس النقاط والدرجة الرئيسية، شنو هي طرق التشخيص الرئيسية لأنتستاينر للليبر أبسس. تفاصيل الاميونيتي و البروفايلاكسيز الوقاية، يعني مرور لها مرور الكرام. ما اعتقد انه اكو بياخذ نقاط، يعني المناعة اصلا هي مو من اختصاصاتكم، فالمفروض ما تجي اسئلة عن المناعة باعتبار انت المناعة تاخذها بالمرحلة الثالثة وانت حاليا مرحلة ثانية. يعني لما نتكلم عن المناعة وشنو هي المناعة ويتكون يعني وجود الانتيجين ويتكون الانتيبودي وانواع الانتيبودي، انت ما عندكم هاي الباك جراوند في الاميونتي للمناعه، فبالتالي ما اعتقد انه راح تكون اسئله بهذا الصدد. على كل حال هاي اهم التفاصيل او النقاط في مراجعه سريعه لمحاضره الانتمي بهستولوجيكا. راح نكمل التفاصيل الاخرى بالنسبة للأميبات الأخرى اللي تعتبر أيضا أميبات مهمة، رغم أن بقية الأميبات راح تكون نسميها نون باثوجينيك، مصادر معينة تعتبرها باثوجينيك، لكن بالدرجة الرئيسية أغلب المصادر المتفق فيها أن تكون نون باثوجينيك أو خنثى، يعني غير مرضية أو مؤكلة. غير مرضية أو مؤكلة. بالنسبة للقياسات، زميلكم يسأل عن القياسات اللي موجودة بالأنتمي بهم مطلوبة. الأهم إنه إحنا نحفظ من الأكبر حجم، طبعا الإيك الله هي الأكبر حجم. أوكي، موضوع القياسات المفروض إحنا نحفظ القياسات في حال إنه إجت في الأسئلة. فالقياسات إن وجدت تنحفظ، يعني المفروض ونخلي في بالنا انه من الانواع الاكبر حجم من الاصغر. يعني عندنا مثلا السيست راح نعتمد بالتشخيص ما بين الانتمي باثولوجيكا والاندولي ماكس من حيث السيست، كلاهما راح يحمل ممكن 4 انويه، لكن هنا راح يكون الحجم اصغر. نيجي بالنسبه للايكولاي، ايضا راح تكون وورلد وايد نون باثوجينيك، هاي النقطه راح تكون ثابته. الانفكتيف ستيت راح يكون هو السيست. الاختلافات الرئيسيه اللي لاحظها على الانتري باكتيريوتيكا، عدم التهامها وتناول الكرات الدم الحمراء، does not ingest red blood cells، وهي نقطه كلش مهمه. هذا الطفيل يعتبر اكثر مقاومه للظروف البيئيه من الانتري باكتيريوتيكا بحسب الغلاف مالته. النقاط الرئيسية اللي راح نقارن بيناتها وجود يعني الهوستولايسز، تحليل ألسنة المضيف بالهوستولايسز راح يكون فعلا شائع، بينما بالإيكولايس راح يكون نبا، ما راح يحدث تحلل لألسنة المضيف نهائيا. بالنسبة للإندوسوم شيب، هنا راح يكون سنترال، هنا يجولي إكسنتريكالي للأنتمي وسلوتيكا. الإندوسوم يعني الجزء اللي موجود أو الجسيم اللي موجود داخل النواة ويقابل النوية، هنا راح يكون بالنسبة للأنتمي وسلوتيكا راح يكون مركزي الموقع، في الإيكولاي راح يكون شبه مركزي أو لا مركزي.
بالنسبة لموضوع الكروماتين جراين سايز، حجم الحبيبات الكروماتينية أيضا راح تكون متواجدة في النواة تقريبا. وهنا الفرق أو التشخيص هذا راح يعتمد من استخدام مجاهر عالية الدقة، مو مجهر ضوئي أو اعتيادي، وراح نقدر نميز بيه النواة موقع الويندوز. لا، هاي المجاهر عالية الدقة يلا نقدر نميز بيها هاي التفاصيل. فالحبيبات اللي موجودة بالهستيرومتري راح تكون أصغر مما هي عليه بالإيثرلاين، إذا بالإيثرلاين راح تكون هي أكبر. نيجي بالنسبة للمشهور سيستم، وهنا نقطة هاي كلش مهمة، يعني النقطة الأولى والنقطة الرابعة من أهم النقاط اللي موجودة بالمقارنة. بالأنتي قلنا النواة راح تنقسم انقسامين مكونة أربعة أنوية، اسمي بلس ديفايس ريبتيد ويكفور فور نيوكليك، راح تنقسم بشكل متكرر انقسامين تنطينا أربعة أنوية. بينما بالإيثر لاي الكيس الناضج أو الميتوسيس راح تكون ثلاثة انقسامات أو أكثر، فالناتج راح يكون يا إما ثمانية أنوية هذا المعتاد، وبحالات نادرة ممكن يكون 16 إلى 32 نواة. يعني لما نشوف ثمانية أنوية أو أكثر هذا السيست يكون تابع للإيثر لاي حسب ما تم ذكره من قبل المصادر أو متفق عليه من قبل كل المصادر. بس نيوكلاس ديفايس ريبتيد تو 80 نيوكليك راح يكون ثمانية أنوية، ريلي از ماني از 16 أو 32 نيوكليك may be produced in the large system. فهنا عدد الأنوية راح يكون جدا مهم. التواجد راح يكون بالسيكم، منطقة السيكم مثل ما ذكرنا، والكولون. من حيث الانتشار، الإيكولاي هي أعلى انتشار، لكن الأنتيميكروبيال راح تكون ممرضة. فرق ما بين الاثنين، إنه كانتشار الإيكولاي هي أعلى، لكن الممرضة منه هي الأنتيميكروبيال. لذلك يعني حتى مثلا قليل نسمع مثلا بالإيكولاي فرضا، لأن الأشخاص ما راح يعانون من حالات مرضية، ما يعاني من أعراض، لذلك ما راح يراجع للطبيب المختص ويحوله الى فحص وغيره. بينما بالانتيبيوتيكا لانها ممرضه راح يكون التماس وياها اكثر، لكن بالنتيجه كانتشار الانتيبيوتيكا هي اكثر انتشار، والسبب في ذلك انه عدد الانويه يعني اللي مكون اكثر، فبالتالي السيست الواحد لما يدخل للجسم راح ينقينا ما بين 8 الى 32 فرد جديد، بينما بالهيستيروتيكا راح يعطينا اربعه افراد. الفقرة الثانية والمهمة كلش اللي هي السيست للأنتيميكروبيال راح تكون أكثر مقاومة. In some areas of the world it's nearly reached 100%. انتشارها في بعض مناطق ممكن يكون 100%. الدايجنوسيز هنا نخلي في بالنا بالنسبة للدايجنوسيز إنه الإصابة راح تكون انتستاينال اونلي، just intestinal infection، راح يكون عندنا إصابة معوية فقط. لذلك الاعتماد الرئيسي راح يكون على تشخيص الطفيلي الاتروفوزيت او سيست داخل الستول. الاهم هنا هو السيست راح يكون بثمانيه انويه او اكثر، فبهاي الحاله راح يكون التشخيص عن طريق السيست بالدرجه الرئيسيه، فحص المباشر. في حال ما ظهرت الفحص المباشر ممكن نستخدم الكونسنتريشن ميثود، طرق التركيز سواء كانت بالستيمنتيشن او الفلوتيشن. نيجي بالنسبة للأنتاميبا جنجيفالس، أهم نقطة نذكر بها بالنسبة للأنتاميبا جنجيفالس إنه هذا الطفيلي راح يحمل أطوار متغذية فقط، ما يحمل الأطوار المتكيسة. التواجد راح يكون في الفم بالدرجة الرئيسية، وبشكل نادر في الجينيتال اتراكت بالقناة التناسلية، هاي كمواقع للتواجد. الطفيلي ايضا راح يكون نان باثوجينيك غير مرضي. طرق الانتقال contracted via mouth to mouth kissing and droplet contamination sex intercourse. وهاي بالنسبة لي طرق الانتقال راح يكون عندنا طبعا طريقة التقليد هي طريقة الانتقال الرئيسية. موضوع الدروبلت
كونتامينيشن القطيرات، تلوث القطيرات الفموية. بنفس الوقت قلنا انه حالة الإصابة تكون موجودة ب الجينيتال تراكت، وهنا يكون انتقالها عن الجنس، لكن اكو تحفظ على هاي المعلومة، لكن مذكورة في المحاضرات مالتها. بالإضافة أكيد إذا استخدام الأدوات، بحال استخدام الأدوات الملوثة ممكن تؤدي إلى الإصابة. النقطة المهمة قلنا no now state، ما موجود طور متكيس إلى الحد الآن، لذلك فقط راح تمتلك تروفوزويت وتروفوزويت ستيب. إذا تروفوزويت راح يكون هو يمثل الطور المعدي والطور الباثوجينيك، رغم أنه هي لن باثوجينيك. بالنسبة للأندولي ماكس، الأندولي ماكس هنا كانتشار بين المضاعف، ممكن نصيب الفقريات واللا فقريات. أهم الأنواع اللي هي ضمن جنس الأندولي ماكس هو أندولي ماكس نانا، أو ما يسمى بإدواب سيستوراسايت، الطفيل المتكيس القزم أو الصغير. كلمة نانا يعني كمصطلح علمي القزم أو الصغير، وهي دلالة على صغر الحجم. الأندولي ماكس نانا هي راح تكون أصغر الأميبات، بينما الأنتاميبا كولاي هي أكبر الأميبات. التواجد مهم، اللي هو باللارج انتستاين، الأمعاء الغليظة أو الكبيرة. مناطق السيكام تكون أيضا مهمة من حيث التواجد. الطفيلة راح تكون نون باثوجينيك وقتها من صغر. ترانسميتد باي ذا سيم ميكانيزم، الانتقال هنا راح يكون مماثل إلنا للإيكولاي، يعني الإيكولاي هي أيضا مشابهة للهيستولوجيكا، فبالنتيجة الانتقال يكون عن طريق تناول الطعام والشراب الملوث بالسيست. إذا السيست هنا هو الطور المعدي بالنسبة للأندولي ماكس نانا. نقطة مهمة هنا بالنسبة ل السيتوبلازم، هنا راح يكون نسميه it has foggy appearance، منظر تمتلك منظر ضبابي، يعني القصد بها ان السيتوبلازم معالمه مو كلش واضحة، وتمتلك نواة واحدة. هاي النواة الواحدة اكو بها نقطة جدا مهمة، which have so it contains one nucleus which have large irregular karyosome described as blot like or ink spots in appearance. هاي النواة راح تمتلك الاندوسوم او الكاريوسوم، اللي هو ما يقابل قلنا النوية او الجسيم داخل النواة، هنا راح يكون اشبه بما يسمى بالبلوت لايك، يشبه البقعة. بالنسبة للسيست، هنا لاحظوا وجود تداخل ما بين سيست الاندولي ماكس نانا وسيست الانتاميبا هيستولايتيكا، كلاهما ممكن يحمل أربعة أنوية، لكن سيست الأنتاميبا هيستولايتيكا راح يكون أكبر بالحجم، فبالتالي راح يكون هنا الحجم له دور في تشخيص ما بين الأندولي ماكس نانا سيست أو أنتاميبا هيستولايتيكا سيست. بالإضافة إلى التفاصيل السريرية، يعني لما نلاحظ وجود السيست ويحدث مثلا إسهال وألم بالبطن وغيرها، إذا نشخص هاي الحالة بالدرجة الرئيسية أنه الأنتاميبا هيستولايتيكا، فالتشخيص السريري هنا راح يكون له دور في الموضوع. الايودومي بوبوشلي، اهم النقاط اللي موجوده بالنسبه للايودومي بوبوشلي ايضا راح تكون هارملس، غير مؤذيه، او نسميها كومنسال اور نون باثوجينيك، ثلاث مصطلحات يعني تنطينا نفس المعنى. الانتشار ايضا راح تكون عالميه الانتشار، its distribution is worldwide، عالمية الانتشار. أيضا راح يكون عندنا طور متكيف وطور متغذي، طرق الانتقال أيضا نفس الحالة عن طريق السيست. أهم فقرة بتسمية الأيودوميبا
انه السيتوبلازم، سيتوبلازم از جرانيولار بروتين وان لارج جلايكوجين ماس. السيتوبلازم راح يحمل فجوه جلايكوجينيه كبيره، هاي اهم نقطه تشخيصيه في الايودوميبوبوشلي. هاي البقعه راح تصبغ بالايودين، لذلك سميت بالايودوميبو. يعني تذكروا من كلمه الايودوميبو انه هنا راح نستخدم الايودين بالتشخيص، والايودين راح يصبغ فجوة الجلايكوجينية، فبالتالي يعني الجلايكوجين راح يستلم أو يمتص الصبغة بشكل كبير، فبالتالي راح يكون لون الفجوة واضح، ونسبة لهذا الهاي الصفة سميت بالأيودوميبا بوشكي. التشخيص المختبري بنفس الكلام، راح ناخذ عينات الأسطول يما نستخدم direct examination or concentration method. هاي أهم التفاصيل اللي موجودة عن الأميبات. طلاب راح أعطيكم دقائق كلش قليلة، في حال أي طالب عنده سؤال ممكن يفتح المايك ويعطينا الريز هاند، ممكن يسمح لي يفتح المايك أو يسأل عن طريق الشات. هنا سؤال من زميلكم يسأل عن كيفية التمييز بين ترايكومونوس كيناتس وبين الأنتاميبا. التمييز هنا أنه صفات الأميبا اللي هي راح يكون شكلها غير محدد، نواة واحدة، أوكي؟ لما تجي لترايكومونوس كيناتس إذا كان التحضير جدا واضح راح حتى الأصوات مالتها راح تظهر ترايكومونوس كيناتس، أوكي؟ في حال انه فقدنا الاصوات راح نعتمد بالشكل الكمثري، وجود الاندوليتنج ممبرين الغشاء المتموج لها، ووجود الاكزوستايل المحور والقلم المحوري، اوكي. فالفرق ما بين الاثنين فرق جدا شاسع، يعني ماكو مقارنه، او مثلا يعني خلينا نسمي اكو لبس ما بين الاثنين من حيث التشخيص. دكتور بخصوص الألف سؤال راهن. طلاب بالنسبة لموضوع الألف سؤال قلت لكم هي مجرد عبارة عن أسئلة مرشحة ممكن إنه تفيدكم. مرتضى بالنسبة لموضوع الميتا سيست نسميه الكيس النهائي، كلمة ميتا يعني سيست، هو نفسه ما نسميه بالماتشور سيست. فحسب المصادر، اكو مصادر راح تذكر انه فقط الماتورسيست او الميتاسيست، فبكل الاحوال احنا نتعامل ويا الفكره فيكون الميتاسيست او الماتورسيست او كوادري نوكليت سيست. السيست يعني رباعي الانويه، كلها راح تمثل نفس الطور اللي هو الانفكتيف ستيت، الطور المعدي. الطور التشخيصي هل هو نفس الطور المعدي؟ لا، مو بالضرورة. طور التشخيص الطور اللي احنا راح نشاهده، اوكي. يعني هسه مثلا التروبوزويت والسيست بالنسبة للانتميبا سوراتيكا كلاهما اطوار تشخيصية راح تعتبر، راح نقدر نشاهدها باعتبار احنا راح نلاحظ كريات الدم الحمراء بالتروبوزويت، وراح نلاحظ السيست بأربعة أنوية. إذا الأطوار اثنيناتها أصبحت تشخيصية، لكن من الطور المعدي التروفوزويت ما راح يكون يسبب اصابه، لان يعني التروفوزويت اذا يلتهم الشخص او يلتلع الشخص راح ينهضم بي اتش سي ال المعده، بينما السيست لا. اذا السيست راح يكون انفكتيف ستيج، طور معدي، بينما دايجنوستيك ستيج كلاهما راح يكون السيست اند التروفوزويت، اوكي. فموضوع انه منو اللي يحدد هاي راح تبقى كل طفيلي وإلى تفاصيله، يا هالطور المعدي إلى، يا هالطور التشخيصي، ويا هالطور المضاد. شنو الاختلاف اللي عن الجنجيفالس؟ يعني الجنجيفالس تقريبا يعني هي المعلومات الرئيسية اللي نذكرها عن الجنجيفالوس، إنه موقع الإصابة، طريقة الانتشار، وعدم يعني وجود أو عدم وجود السيست. هاي أهم النقاط اللي يركز بيها يعني، وراح تكون لنفاتوجينيك.
يعني إذا أردت تتوسع فيها راح نذكر إنه راح تتواجد بين الأسنان، يعني تجاوف الأسنان، مناطق التسوس أو حفر الأسنان، يعني هاي. بالنسبة لموضوع الألف سؤال أرجع وأذكركم، هاي الألف سؤال هي خلاصة مجموعة يعني محاضرات هواي، مو فقط محاضراتكم المنهجية، فأكو أسئلة هي أصلاً من خارج المنهج، فالأسئلة اللي تشوفوها من خارج المنهج مو ضمن المنهج اللي أخذناه ما لكم علاقة بها هاي. موضوع الأسئلة الاستنتاجية ما أعرف صراحة، يعني ما عندي أي معلومة محددة عن طبيعة الأسئلة، لكن المعلومة اللي جاي نعرفها لحد الآن إن الأسئلة تكون اختيارات، منهجكم هو موسع يعني ممكن يكون باستنتاجات، يعني الطالب إذا سيطر على المنهج خلال كل هاي الفترة اللي راحت فهذا إنجاز يعتبر. فما أعرف صراحة، ما أقدر أقول لكم إنه أكو أسئلة استنتاجية أو ما في، هذا الأمر راح يعود إلى اللجنة اللي تحل الأسئلة، هذا القرار يعود إليها. كل أحوال الطلاب خلوا ببالكم، ترى احنا المادة أخذناها بكل تفاصيلها، يعني التفاصيل اللي ذكرناها مهما كان هو ما راح يجي أكثر من هذا الشيء، وانتم تذكرون الامتحان التجريبي اللي أخذناه، أعتقد يعني كان مؤشر جدا قوي إنه انتم مسيطرين على المادة في حال إنه استمريت بنفس المتابعة، يعني الطالب اللي تابع المحاضرات من بدايتها إلى نهايتها وما خلاها تتراكم من المادة، هذا الطالب أنا متأكد راح ينجح ومسيطر بالنجاح. بينما إذا الطالب أهمل أو ترك بعد هذا الشيء يتحمل الطالب، رغم أنه حاولنا أعتقد بشتى الطرق أنه نحفز باتجاه دراستكم وتتابعون المادة يوميا. طلابنا الأعزاء، ما أريد آخذ من وقتكم أكثر. طلاب موضوع الألف سؤال يعني رجاء أتمنى أن تفهموا الكلام، هاي أسئلة الألف سؤال مجرد أنه هي حتى تعرف نمط أسئلة، ممكن بعض الأسئلة تكون نفس الفكرة ممكن تيجي، يعني شلون نسميها مرشحات، لكن مو بالضرورة أنه أنت تقول لي أقرأ الألف سؤال راح أنجح، لا إحنا نجاحنا اعتمادنا الرئيسي قلنا المنهج، وأنا سابقا قلت لكم كنت متردد أنه أرتب لكم أسئلة مرشحات حتى ما أنسأل هذا السؤال، ما أقول أنه أنا أعتمد المرشحات فقط لو اقرا المنهج، لا احنا الفيصل مالتنا المنهج. اوكي؟ المرشحات مجرد تفيدكم انه تفهم نمط الاسئله، شنو نمط الاسئله اللي بيجي، شنو الاختيارات اللي ممكن تتواجد، اكو اختيارات تكون متداخله احيانا يعني. ما راح اخذ من وقتكم اكثر، اتمنى تركزون وتقرون. باكر ايضا راح اتواجد وياكم من الساعه 8 الى الساعه 8 ونص، وايضا راجع محاضرتين او 3 محاضرات باكر راجعها بشكل جدا سريع، ايضا في حال صارت عندكم اي اسئله او استفسارات راح اكون متواجد وياكم دائما. اتمنى لكم التوفيق، طلابنا الاعزاء شدوا حيلكم ما بقى فيه، وان شاء الله حليفكم النجاح، في امان الله.